بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أدم الصلاة على الحبيب محمد. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا.
وسيلا والشمس الآن طلعت ليلا صلي السلام على الوسيلة والشمس الآن طلعت ليلا صلي السلام على الوسيلة والشمس الآن طلعت ليلا صلي السلام على الوسيلة والشمس الآن طلعت ليلا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله والشمس الآن طلعت ليلا صلي السلام على الوسيلة والشمس الآن طلعت ليلا الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح سبلا لدلالته صلي السلام على الوسيلة والشمس الآن طلعت ليلا صلي السلام على الوسيلة والشمس الآن طلعت ليلا دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته صلي السلام على الوسيلة والشمس الآن طلعت والشمس الآن طلعت ليلا مدد يا نبي مدد مدد يا نبي مدد يا نبي مدد مدد يا نبي مدد يا نبي مدد مدد يا نبي نورت المدينة جئت بالرسالة والأمر ابتدى مدد يا نبي مدد مدد يا نبي مدد يا نبي مدد مدد يا نبي بالصدق تكلم يا أمي يا عالم
بالصدق تتكلم. اللهم سلم على نور الهدى مدد يا نبي مدد مدد يا نبي مدد يا نبي مدد مدد يا نبي يا خير البرايا ومبتدى الحكايا يا خير البرايا ومبتدى الحكايا أحضرت الهدايا ومحلى بالرضا مدد يا نبي مدد مدد يا نبي مدد يا نبي يا خير الأنام يا مسك الختام يا خير الأنام يا مسك الختام أنت لإمام قلبي بك اهتدى مدد يا نبي مدد وبارك عليه. കുറച്ച് നഷീദകളെ പാടുക ഇൻഷാല്ലാ. ബുർദ തുടങ്ങുകയാണ്. ബുർദ ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലണം. ചൊല്ലണം അറിയാത്ത ആളുകൾ മൗലായ സല്ലി വസല്ലി മുദാലിബാ അബദ അബദ എന്ന സ്വലാത്ത് മൂന്ന് വരികൾ കഴിയുമ്പോൾ ചൊല്ലാൻ അവസരം നൽകും. നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. Allah, 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 ya Mawlana. Allah, 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 Habibi, ya Rasul Allah. Allah, 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 ya Mawlana. Allah, 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 Habibi, ya Rasul. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محبتي الريح من تلقائك عظيمة وأوبغ البرق في الظلماء من عظم وما لي عينيك إن قلت كفوا فهمتا وما لي قلبك إن قلت استغفرت يا أحسب صف أن الحب بك قديم ما بين منسجم منه ومرتريم لولا الهوى لم ترق دمعا على طال لي ولا أريقك لذكر البني عليك عذل دمعي ما سفى
Oh,
أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نأسبت بإنسل الليل حكمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استكرت فما قولي لا تستقمي ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أني اشتكت قدما حضور ربي مبرمي مولاي صلي مساء للدائما أبدا على حبيبك سغبي أحشاء أبو وطوى تحت الإجارة كأشهم ترف القدم ضربت الطف الجبال نشم من ذهبي النفس فأرى وأكدت زهده في ضرورة إن الضرورة لا أعدو على الجسم مولاي صلي مساء دائما أبدا للخلق كل إمين وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولا لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الفريقين من أرض عرب من عجم نبيون الأمرون ناجي فلا أحدون
خبر في قول لا منه ولا نعبي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أغرار مقتحمي مولاي صلي بسا للنائبا مبدا على حبيبك خائن للخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما مبدا على حبيبك خير كل دعا إلى الله فالمستمسك نبيه مستمسك نبي حبل طير منفسم فاق النبي بنا في خلق وفي خلق ولم يدانه في حلم ولا كرمي وكلكم بالرسول لله ملتمس وكلكم بالرسول أشفى من الديام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل مي وواقفون لديه عند هديه نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورة ثم استفاه حبيبا بريئ النسم منزه عن شري فجوء الحسن في غير قسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل بك خائي بالخلق كل إيمين نعمر داعته النصارى في نبيهم بعكم بما شئت ما أنه فيه ما أعتكمي وانصب إلى شئت من شرفي والصب إلى قدري وشئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعري ما أكون مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خائد الخلق كل إيمين لولاك
സബത് ഫദറഹു ആയാതു يصبوه هنا يوعد عذاري ساده إمامي لم يمتح النبي ما تعي العقول به حرصا علينا فلا أبدر تبغى لا أبدر ya sallay ba
ദൈമന് അബദ അല അബി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദൈമാന അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈറുൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം മൗലായ സല്ലി الخلق
الزمي وليا فوت الغنى من قوية تريبا إن الحياة يميت الأزهار في الأكام ولم تورد زجرة دنيا التي اقتطفت إيدا زهير بما أسرى على الحرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خائن للخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه الله قبول ചെയ്യുമാറാവട്ടെ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ആശിഖീങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നാം ചൊല്ലിയ ഓരോ വരികളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചറ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ.